نشوف تقرير جميل حق الشخصيات والفنانات اللي يموتون ويحبون أميرة محمد. أوكي. أخ ألقاها هي يمي، إنسانة نقية طاهر من داخلها، تتمنى الخير لكل الناس، تحب تساعد الناس بدون مقابل. أميرة من الشخصيات اللي صدقتي أنا أعتبر معاها، يعني ما فيها أقنعة، ما فيها مجاملات، صداقة حقيقية. النقد مقبول في صداقتنا مع بعض، العتب مقبول في صداقتنا مع بعض. طبعا الفنانين رقي جدا. الحين بكيتي هذه بكيتي الحين احنا الحين بياكلوننا اكل بالسوشيال ميديا. فيصل ما له شغل، فيصل ما له شغل، فيصل بريء. هالكثر حساسه ما اعرف ما ادري، بس يمكن هالاشخاص يعني نختار مع حسن شخصيا شيء اخر بالنسبه لي. دائما الكلمات او تطلع من اشخاص لما تكون طالعه من القلب تاثر وتوصل على طول من غير مقدمات ومن غير اي شيء قدامها. انت شفتي هالكلام، فعلا الناس تحبك ومستمتعه لما تشوفك، فالكلام طلع من القلب فالدمع انزلت. محمد الحداد بيحسبني على المكياج. انا اجي له تحيه خالد حداد على المكياج الروعه اليوم الاميره محمد. وعلى ما ضبط اميره موضوعها. فيصل ليش كذي بكيت اميره؟ حطي علي سالفه بروحهم قاعدين علي قاعده. فيصل يبكي الضيوف، بكي الضيوف. يعني مبكي ناس من قبل. صوت عدو خربط.